هنشوف هذا الفيديو استثنائي هو الآخر، ولكن هذه المرة منين؟ من فلسطين. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ تحية حب وتقدير واحترام وإجلال ووقار، وقولوا ما تشاءون لكل الأحباء في فلسطين. في عز السراء والضراء تجدهم يقفون مع كل الأمة العربية، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وهم في حزن دائم ساكن ومقيم. فلكم من القلب تحية، وصدقوني بإذن الله يوما ما سنرى منتخب الفدائيين في مسابقات عالمية وآسيوية تشرفون كرة فلسطين، وبإذن الله سيكون هناك وطن محرر تحتفلون بعاصمته القدس وتعيشون في سلم وسلام وأمن وأمان وتبنون الوطن الذي تعشقون وترون. شكرا لكم على هذا الاحتفال الذي أعتقد كان في البيوت في الشوارع، ليس فقط في بعض المقرات التي تساندون من خلالها وتؤازرون المنتخبات العربية المشاركة وعلى رأس القائمة المنتخب المغربي. أرادوا أن يدقوا الكثير من الأسفين في علاقة المغاربة بفلسطين، ولكنهم نسوا أو تناسوا باب المغاربة وحي المغاربة، وكثيرة هي القصص التي تجمع المغرب بفلسطين. فعلى العموم سنسعدكم إن شاء الله، ونسعد كل الأشقاء، حتى الجمهور القطري اللي كان معنا هناك، الجمهور العربي المتواجد في قطر والذي كان في ملعب البيت وملعب الثمامة. شكرا للجميع على المساندة والمؤازرة.